السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بصغارنا الكرام ونتمنى أن تكونوا بألف خير من خلال عملية التعلم عن بعد وتحت شعار قدرك باش تحمي بلادك وتحمي نفسك والناس اللي عزيزين عليك. ارتأت مدارس العطاء التابعة للمديرية الإقليمية الجديدة والأكاديمية الجهوية للدار البيضاء ستاتس أن تقدم درسا في مكون التراكيب تحت عنوان الاستثناء بغير وسوى الذي يخص المستوى السادس ابتدائي. أولا يجب علينا أن نعرف الاستثناء، وقد تكون قد تعرفت الاستثناء في درس سابق وهو المستثنى بإلا. أولا تعريف الاستثناء، الاستثناء هو أن تخرج من الكلام ما لا تريد أن يقع في ذهن السامع، وذلك بواسطة إلا أو إحدى أخواتها مثل غير وسوى كما سنعرف في هذا الدرس. وأركانه الثلاثة والأساسية هي المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. إذن لدينا بعض الأمثلة للاستثناء. الجملة الأولى، حضر الأصدقاء إلا عليا. لدينا الأصدقاء هي المستثنى، أداة الاستثناء هي إلا والمستثنى هو عليا. قلنا الأصدقاء المستثنى منه إلا أداة الاستثناء، وعليا هو المستثنى، ويكون المستثنى دائما بعد أداة الاستثناء. بالنسبة للجملة الثانية، قرأت الكتابة إلا صفحتين. المثال الثالث، ربح التجار غير تاجرين. قلنا التجار هو المستثنى منه، غير هو أداة الاستثناء، وتاجرين هو المستثنى. والمثال الأخير هو ربح التجار سوى تاجرين. إذن فالاستثناء بغير وسوى له أحكام مختلفة عن الاستثناء بإلا، يعني يختلف عن الاستثناء بإلا. إذن لدينا هنا مشكلتين. أولا، كيف سأقوم بإعراب غير أو سوى، لأنهما عبارة عن اسمين عكس الاستثناء بإلا، فإلا تعرب أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. والثانية هي إعراب المستثنى، كيف سأعرب المستثنى، وهذا ما سنعرفه من خلال الأمثلة التالية. أولا، أول شيء يجب أن أعرفه وجه الاختلاف بين الاستثناء بغير وسوى والاستثناء بإلا. غير وسوى هما من الأسماء، وكل اسم لا بد له من موقع إعرابي، يعني أي اسم يجب أن أعربه، بخلاف إلا فهي من الحروف ولا محل لها من الإعراب. إذن أقول عندما أريد أن أعرب إلا أقول أنها حرف استثناء ولا محل لها من الإعراب. وبالتالي عند إعراب المستثنى بغير وسوى، أول شيء لا بد لي من أن أعرب غير وسوى ثم أقوم بإعراب المستثنى. لدينا الحالة الأولى. الحالة الأولى من الاستثناء بغير وسوى هي الاستثناء التام المثبت. ما معنى ذلك؟ المعنى استثناء تام هو توفر لنا الأركان الثلاثة في الاستثناء، وهي وجود المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. وما معنى الاستثناء المثبت؟ المثبت يعني أن كلام المثبت يعني أنه غير منفي، لا توجد فيه أي حرف من حروف النفي. إذن في هذه الحالة كيف سأقوم بإعراب غير وسوى؟ في هذه الحالة يجب نصب أداة الاستثناء، يعني أقوم بإعراب سوى أو غير منصوبة على الاستثناء. أما المستثنى فيعرب مضافا إليه مجرور. المستثنى لدينا ملحوظة بالنسبة للمستثنى في غير وسوى، فهو يعرب دائما مجرور بالإضافة. نمر للأمثلة الإعرابية. لدينا المثال رقم واحد، ربح التجار غير تاجرين. لدينا هنا تجار مستثنى منه مذكور، غير أداة استثناء مذكورة، وتاجر مستثنى مذكور. إذن فهنا الكلام مثبت وتام، أقوم بالإعراب. ربح فهو فعل ماض مبني على الفتح، التجار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، غير اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا أن غير تنصب على الاستثناء لأن الكلام مثبت وتام، وتاجر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هنا قمت بإعراب المستثنى بأنه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نمر للمثال رقم 2، ربح التجار سوى تاجر. كذلك مستثنى أداة استثناء ومستثنى منه مذكورين، إذن كلام تام ومثبت. ربح فهي فعل ماض مبني على الفتح، التجار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
سوى فهي اسم منصوب على الاستثناء على متصل به الفتحة المقدرة. لماذا قلنا الفتحة المقدرة؟ لأنه اسم مقصور ونقول أنه مضاف تاجري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الآن نمر للصورة الثانية من الإعراب من الاستثناء بغير وسوى. نسمي هذا الاستثناء بالاستثناء الناقص المنفي. ما معنى الناقص؟ الناقص هو أن المستثنى منه غير موجود أو غير مذكور، ومنفي أن يعني توجد أداة نفي مثل ما أو لم أو ليس أو غير ذلك. ويسمى أيضا هذا الاستثناء بالاستثناء المفرغ. إذا كيف سأقوم بإعراب غير وسوى في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تعرب أداة استثناء غير أو سوى حسب موقعها في الجملة. أما المستثنى فيعرب مضافا إليه مجرور، كما قلت دائما المستثنى في غير وسوى يعرب مجرور بالإضافة. أنا دعكم الآن مع بعض الأمثلة الإعرابية. لدينا المثال رقم 3، قول ما ربح غير تاجري. إذا ما فهي حرف مصدر مبني لا محل له من الإعراب، ربح فهو فعل ماض بياء الفتح، وغير هنا ربح غيره. إذا غير هنا موقعها في الجملة فهي عبارة عن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وتاجري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بالنسبة للمثال رقم 4، لم يربح سوى تاجري. لدينا كذلك لم حرف جزم مبني، يربح فعل مجزوم علامة جزم به السكون، وسوى هنا أيضا موقعها في الجملة فهي عبارة عن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه اسم مقصور وهو مضاف، وتاجري مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. نمر للصورة الثالثة من الاستثناء بغير وسوى والأخيرة، وهي يكون الاستثناء التام المنفي. يعني تام فيوجد المستثنى منه ومذكور، ومنفي هي توجد أداة من أدوات النفي مثل ما لم لا إلى غير ذلك. إذا في هذه الحالة يكون للاستثناء وسوى وجهان من الإعراب، يعني يمكن أن أعربهما بطريقتين. أولا أن تعرب استثناء منصوبا، يعني أعرب غير وسوى مستثنى منصوبة على الاستثناء. والثاني أن تعرب بدلا من المستثنى منه، فأما المستثنى دائما يعرب مضافا إليه مجرور، وأدعكم بعض أمثلة إعرابية. لدينا المثال رقم 5، لم يربح التجار غير تاجر. الوجه الإعرابي الأول، لم قلنا حرف جزم، يربح فعل مضارع مجزوم، التجار فاعل مرفوع، غير هنا أقول اسم منصوب على الاستثناء، وهي مضاف وتاجري مضاف إليه. بالنسبة للوجه الإعرابي الثاني، يعني عندي الحق أنني أعربها في المثال الأول أو المثال الثاني. مثال الثاني، لم فهي حرف جزم، يربح فعل مضارع مجزوم، التجار فاعل، وهنا غير أقول غير وليست غيره، بدل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنها بدل من التجار. لدينا التجار مرفوعة اللي هي الفاعل، وغير بدل على التجار، إذا فالبدل يتبع المدل منه في الإعراب. أقول غير بدل مرفوع وهي مضاف، وتاجرين مضاف إليه. لدينا مثال رقم 7، ليس في الحديقة أشجار سوى 3 أشجار. بالنسبة للوجه الإعرابي الأول، فلدينا ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح أو ناسخ فعلي، في الحديقة فهي جار ومجرور في محل نصب خبر ليس مقدم، يعني هنا لدينا خبر ليس مقدم. أشجار اسم ليس مؤخر مرفوع على مصرفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة لهنا الحالة الأولى لسوى، فيمكنني أن أعربها اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لماذا؟ لأنه اسم مقصور وهو مضاف، ثلاثة مضاف إليه مجرور، وأشجار تمييز ملفوظ مجرور عن مجرره الكسرة الظاهرة على آخره. ولدينا في الوجه الإعرابي الثاني، يمكن أن أعرب سوى بدل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة بدل من الأشجار. لدينا أشجار فهي مرفوعة، إذا سوى ستكون بدل مرفوع. بالنسبة لبعض الملاحظات تخص الاستثناء بغير وسوى، إذا فالمستثنى بغير وسوى يكون مضافا إليه دائما ومجرور. غير وسوى تأخذان إعراب المستثنى بإلا حسب صورة الاستثناء، يعني ثلاث
الصور التي تعرفناها تام مثبت أو ناقص منفي أو تام منفي. بالنسبة للفرق بين غير وسوى، إن غير تعرب بحركات ظاهرة يا إما فتحة أو ضمة أو كسرة، وسوى تعرب بحركات مقدرة يا إما فتحة أو ضمة أو كسرة. وبالتالي نكون هنا قد انهينا درس الاستثناء بغير وسوى مع شرح بالتفصيل والأمثلة ونماذج الإعراب، ونرجو منكم أن تشاركوا هذا الدرس على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتوفيق للجميع.